الاستاذ الدكتور احمد ربيع احمد العربجي الاسم الكامل يعني، لكن هو مشهور بالدكتور احمد ربيع استاذ البطنه والكلى كليه الطب جامعه المنوفيه. اوكي، تخصص حضرتك ايه؟ الكلى يعني امراض الكلى في العموم يعني، ويمكن اهتمام اكتر بموضوع الدياليسيز اللي هو غسيل الكلى يعني. اوكي دكتور. دكتور what do you think about ESNT 2018, is it meeting your expectations؟ والله انا شايف ان كل سنه عن اخرى بيحصل فيه تطور، سواء من الحضور او سواء من عدد المحاضرات او نوعيه المحاضرات نفسها، بيبقى فيه ورش عمل كمان كتيره خاصه بكل تخصصات الكلى. والسنه دي كمان انا شايف كمان يمكن حاجه هشارك فيها اللي هي عاملين للتمريض نفسه، فدي برضو يعني برضو اسبكت كويسه ان احنا نهتم برضو بالتمريض. وفي مواضيع خاصه بالشباب برضو، لازم شباب الاطباء يعني في حاجات متقدمه اللي هي الاب تو ديت او الحاجات الحديثه في علم الكلى، وفي كمان حاجات اللي هي البيزك او الحاجات الاساسيات اللي هي بتبقى في علم الكلى عشان الاطباء الشباب. شكرا يا دكتور. العفو.